تعالوا بقى نعمل مع بعض الكبده البانيه او الكبده بالرده. عندي فلفل رومي وفلفل حار وتوم وكمون وخل، عصير ليمون وطحينه وكزبره مطحونه، عندي رده ودقيق وملح وفلفل وزيت للقلي، عندي طبعا الكبده متقطعه فيليهات، دي كبده كندوز مش ضاني، عندنا عيش بلدي وسلطه طحينه وجرجير للتقديم. المقادير بتاعه التتبيله كلها هنا اهي، ادي عصير الليمون، الخل الابيض، التوم مفروم او صحيح مش هيفرق لان كده كده هنحطه في الكبه، الفلفل الرومي، الفلفل الحار، الكزبره الناشفه المطحونه، الكمون، الطحينه الخام، واقفل واشغل. بسم الله. كبة او الخلاط هاخد بالمعلقه النظيفه وانزل على الكبده المقدار اللي انا حباه، واقلب الكبده جوه التتبيله واسيبها شويه ساعتين ثلاثه لحد ما تتبل مظبوط وتاخد النكهه مظبوط. اوكي، احنا طبعا ما عندناش الوقت ده، بس انا بقول لكم يعني غطوها وحطوها في الثلاجه وسيبوها تتبل شويه اهو. بتاكد ان كل حته في الكبده وصلها التتبيله. باقي التتبيله اللي جوه الكبه هنعمل منها سلطه الطحينه. الباقي اللي هنا ده انا عاوزاه كله كله، مش عايزه اسيب منه حاجه. هاخد عليه قليل من الميه لحد ما يظبط معايا القوام بتاع سلطه الطحينه، ولذلك انا خدت بمعلقه نظيفه علشان ما وسخش التتبيله علشان اعرف اعمل منها السلطه. فادي سلطه الطحينه جاهزه، وادي الكبده جاهزه برضو، كميه الردة دي كتير قوي، فانا هحط منها هنا تلتين ردة. الردة بنجيبها طبعا من عند العطار، من عند العلاف، من عند السوبر ماركت او من عند الفرن، وهحط عليها تلت دقيق ابيض، تلت دقيق ابيض، وارفع الباقي عشان ما ازفرهمش على الفاضي. واخد، انا كل ما باجي هنا باخد تقليبه، يعني كل ما اجي هنا اخد تقليبه، ليه بقى؟ علشان عايزه كله يتشرب من كله والنكهه تبقى لذيذه ومظبوطه. وندوق تاني. طعمه خرافي، حلوه حلاوه غير عاديه. فاضل له تكه تسويه صغيره قوي. هقلب الرده مع الدقيق، هجيب الكبده بعد ما سبتها متغطيه ساعتين في التلاجه جوه التتبيله، وهروح عند زيت غزير سخن، زيت غزير سخن، هعلي النار دلوقتي لان كنت موطيه النار على الزيت عشان ما يتحرقش. هبتدي بقى اعلي النار وابتدي اخد قطعه قطعه من الكبده جوه الدقيق والرده، وانزل كل الباقي او الزياده، وانزل بالكبده في الزيت. بسم الله،
غلف 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 وانزل على زيت غزير سخن. سخن لكن اكيد مش يعني مولع لدرجه انها تتحرق من بره وتفضل نيه من جوه. السجق والكبده ما بيحتاجوش تسويه عاليه قوي والا هيمطوا، فالتسويه لازم تكون مظبوطه. باخد الكبده وزي ما انتم شايفين بدي فرصه ما بين القطعه والتانيه عشان الزيت برضو حرارته ما تقلش مره واحده. فواحده واحده كده، منها انا بكون بجهز القطع اللي بعدها بالرده والدقيق، ومنها القطع اللي جوه بتكون اخدت وقتها وتسويتها والزيت بيكون اخد وقته وحرارته.